اول حاجه هدنا ماري، هدنا ماري مؤتمر باريس اللي عملته ده تبلو وتشرب مويته يا خالد سليك وامجد فريد، ده زوننا ما مشكله، زوننا دي ده زوننا، لكن يا مريم الزره الزروكي ده ويا عبد الباري والجماعه دي والناس الباقيين الكارول اللي ماشي معاهم دي زره باريس دي هدنا. هدنا شنو؟ هدنا وين؟ انتوا كل ما تنزنقوا تجروا للهدن، ما قلتوا خلاص انتوا مسلمين البلد دي 95%، هاي الزول مسلم بكون داير هدنه كيف؟ احنا ما عندنا هدنه. هدنه ما في، تسلموا تطلعوا من البيوت، تطلعوا من البيوت تسلموا، تطلعوا من المؤسسات بدون سلاح. نديكم هدنه، لكن غير كده بل بس مشي، متك متك بس، وقنقر قنقر قنقر كده، ده شفتوا؟ اسيوا احنا يوم ده قلنا لكم يومين خشينا الاذاعه، قلنا لهم دي خرفان الاذاعه، الليله دي خرفانين بحري، يعني ادونا يومين ان شاء الله، ان شاء الله الخميس بحري نظيفه، وكلامنا ده بنقوله، والمره الجايه بنجي نقول لكم خرفان وخمس، والله محل ما تمشوا، محل ما تمشوا شفتوا تلقونا قدامكم، محل ما تمشوا، وحقنا بنجيبه، حق اخواننا بنجيبه، حق اخواتنا بنجيبه، واللي اغتصبتوهم ونهبتوا حقهم وسربتوهم وكتلتوهم بنجيبه. وين والله لين دافوق لين نيجر لين مالي لين تشاد لين جمينا لين محل محل ام جرس محل كاريال اي محل محل كاريال اي محل مشيتوا بتلقونا قدامه، ومحل ما تمشوا عم نحصيكم حقنا بنجيبه، والله حقنا ما بنخليه، البرهان كان عفاكم ان احنا ما بنعفيكم، الشعب السوداني كان عفاكم ان احنا ما بنعفيكم، ده شوف السيد ده والله ما بنعفيكم، شفت ده قال لكم كده ده وده والله العظيم تحلموا والله الجديد ده شفتوا بس يتساوي لكم في النوم في النوم اصله ما بنخليكم حقنا بنجيبه بالرجاله بالاناء بنجيبه هدنه ما في نقطه سطر جديد نقطه سطر جديد انتوا ما فهمتوا لما قال لكم نقطه سطر جديد دي معناها شنو؟ معناتها دعامه ما في انتهيت ما في داعي حاجه اسمها دعامه نقطه سطر جديد بتسلم تسليم ما في بل متك شفتوا هسه الزنقة في مدن زنقة باريزي والله نزلت كلها في بحر وخرطوم والله نزلت كلها وانتوا هسه مزنوقين هسه في القدم مزنوقين في الخرطوم مزنوقين لسه على الزنق ما جا لسه دي زنقة بسيطة دي بس حاجة كده نكسة بعدين الجونة قدام الشعب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ده دم ده شعر دم اخواننا حقهم بي والله بجي والله حقهم بي حقنا اخواننا والله حقهم بي الجرحى يجي حق المعصبات بجي حق الحشارة حقهم بجي شفتوا حق النهب حقهم النهب حقهم بجي والحريق اللي حرقته بجي والبيوت حقه وصلوا كله ده السودان والله ده السودان ده السودان دي ما ليبيا ما قبل الاذاعه دي ما ليبيا ودي ما سوريا ودي ما العراق ولا مالي ولا تشاد ولا تشاد ولا اثيوبيا شفتوا دي السودان شفتوا ده السودان يده طويله السودان ده احنا بعد نفضه اسي حصل في دبي ده دي بس دعوات احنا ما تدخلنا دي من الله في دبي ده من الله شفتوا الناس اللي حصل للامارات ده حق الله اكبر الله اكبر الله اكبر من الله الله اكبر جمينا اصبر الدور جايكم واسيبوا يا لسه عدتوا غلاغلكم بدت يا دام لكن الدور جايكم جمينا ما تقول ان جميت بس الجوع كاتبكم اسيبوا يا جيعان جمينا جيعان تريغ الوسطى جيعان ومالي جيعان اسيبوا يا جيعان الجنوب جيعان كله لانه الحرب في السودان دي لانه الحرب في السودان دي دورتوها ما قدرتوا عليها غشوكم الرباعيه غشتكم ودقستكم اهل يجيبوا لكم اكل اللي ياكلوا معطينكم ده انتوا الدقيق بيشيلوا من هنا السكر بيشيلوا من هنا الشعيريه بيشيلوا ليه السفنجات دي مؤاخذه بيشيلوها من البلد دي المينا فاتح لكم يا ناس تشاد فاتح لكم مينانا هنا احنا فاتح لكم مستضيفينكم الحبس دي مستضيفينكم بالقضارب بالملايين مستضيفينكم هناك تجي تقاتلوا مع العفن العواليد اللي جايين من مالو جايين من وينك والله ليكم يوم والله ليكم يوم والله ليكم يوم الله اكبر والعزه للسودان الله اكبر والعزه للقوات المسلحه والقوات النظاميه والله اكبر والعزه للشعب السوداني والله اكبر والعزه للقنداق السودانيه وللميره السودانيه ولعزه السودانيه وللشعب السوداني كله ونحن والله في حقهم ما بنخليهم والله حقنا ومن الله أكبر والله العظيم حقنا ومن الله أكبر والله أكبر ولا نعمة عون الجبل أمن يا أيوب ونحن قدام إن شاء الله يتلقونا والله أمن يا أيوب بس يعني إحنا معاكم قدام عارفيننا نحن جبل أمن يا أيوب والله تشوفوا كلام الله أكبر هلا هلا الله أكبر السلام عليكم